جولة أخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أبدأها معكم بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يرحب بتمديد الهدنة ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية للالتزام بها. وبعد تمديد الهدنة، انتقادات للدور الأممي في اليمن، وأهالي تعز يعبرون عن استيائهم من التمديد في ظل تعنت ميليشيات الحوثي. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أطنانا من المساعدات الإغاثية في محافظتي شبوة ومأرب. أهلا بكم. رحب مجلس القيادة الرئاسي بالإعلان عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة والتحالف العربي لما فيه من تخفيف لمعاناة الشعب اليمني. وثمن المجلس خلال اجتماع في عدن جهود السعودية في التوصل إلى التمديد الجديد للهدنة وموقفها الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني. كما شدد المجلس على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام الميليشيات الحوثية بالوفاء بتعهداتها والتعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والدولية بما فيها مبادرة السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. شدد مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن هانس جروندبيرغ دعوته للحكومة وميليشيات الحوثي إلى الاستمرار في عملية تبادل كشوف الأسرى والمحتجزين لضمان الإسراع في إطلاق سراحهم وفق ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في بيان أنه خلال اجتماع اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين التي اختتمت اجتماع السادس في العاصمة الأردنية عمان، تم طرح مقترح لتشكيل لجنة تضم الطرفين في إطار مشترك بينهما لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم على أن يتم التوافق على التفاصيل بعد التشاور مع الجهات المعنية. وإلى ذلك، رحب دولة الإمارات بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين وفقا لبنود الاتفاق الأساسي ومبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021. وأثنت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة اليمنية. ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى دعم الالتزام بالهدنة وأكدت على الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن. وإلى ذلك، تسوق الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة لإنجاز جديد تحقق في اليمن بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق الشروط السابقة، لكن مراقبون يرون أن هذا الإنجاز ناقص ويعكس في الواقع فشلا أمميا. الهدنة في اليمن مجرد استراحة محارب للميليشيات الحوثية ولأجل استعادة أنفاسها، فقد تم تمديدها لشهرين إضافيين بنفس الشروط السابقة، رغم أن الميليشيات الحوثية لم تنفذ شرطا واحدا من بنود الهدنة الأولى ولو بفتح معبر واحد من معابر تعز. الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة تسوق لإنجاز جديد تحقق في اليمن بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق الشروط السابقة، لكن مراقبين يرون أن هذا الإنجاز منقوص ويعكس في الواقع فشلا أمميا أمريكيا في البناء على الهدنة وتوسيعها تمهيدا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يهيئ الأجواء لتسوية سياسية في اليمن. وسعت الولايات المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبيرغ خلال الأسابيع الماضية إلى إقناع الحكومة والميليشيات الحوثية بأهمية توسيع الهدنة لفترة 6 أشهر بدلا من شهرين، لكن هذه الجهود اصطدمت بشروط جديدة من قبل الميليشيات الحوثية في مقدمتها تولي الحكومة دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. ويرى مراقبون أن التمديد الجديد لا يعدو كونه حفظا لماء الوجه، وأنه على المبعوث الأممي ولا سيما الإدارة الأمريكية إعادة النظر في نهجيهما في حال أرادا فعلا البناء على الهدنة،
وأنها ستنتهي كما انتهت سابقتها دون تحقيق أي تقدم يذكر في ظل خروقات الميليشيات الحوثية المتواصلة للهدنة الأممية بشكل يومي. أبدى المواطنون في مدينة تعز استغرابهم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة على التوالي، لا سيما في ظل ما تحقق من إخفاق وفشل أممي مع ميليشيات الحوثي في الهدنتين السابقتين. مؤسف بالتأكيد أن يتم تمديد الهدنة مجددا دون فتح الطرق في مدينة تعز وفي المناطق الأخرى. تعيش هذه المدينة وضعا مأساويا بسبب الحصار المفروض عليها منذ 7 سنوات، وفي النهاية حق فتح الطرق هو حق إنساني أصيل يطالب به أبناء المدينة منذ بدء الحصار، ولكن لا توجد استجابة حقيقية ولم نرى ممارسة ضغوط أممية على الحوثيين لفتح هذه الطرق، بل على العكس يرى المدنيون أن هناك تساهلا مع الحوثيين. أعتقد أن الفترة الماضية كانت كافية لإقناع المبعوث الأممي أن الحوثيين لن يرفعوا الحصار عن تعز وأنهم سيستمرون بالضغط وبالتعزيز لحصار تعز، وهذا أعتقد أنه مؤشر ينبغي أن يرفع به إلى الأمم المتحدة على تمرد الحوثيين ورفضهم رفع الحصار عن تعز. لم يتبقى بيد المبعوث الأممي أي وسيلة لإقناع الحوثيين بفتح الحصار عن مدينة تعز، كما أنه من المؤسف على أن الأمم المتحدة تتعامل مع حصار تعز أو مع مشاكل مدينة تعز باعتبارها ورقة عسكرية ولا تنظر إلى أن هناك ورقة إنسانية تعاني من كثير من المشاكل. مرت وزادنا على تعز ونحن نعاني، زادت المعاناة المعيشية والاقتصادية ثم أيضا الخروقات المتالية، يعني وزاد المعاناة لأبناء تعز بشكل غير عادي. نحن نتفائل كنا، لكن زادت المعاناة وزادت كل ما نحن نعيش فيه، لذلك لا نتفائل بالهدنة الثالثة. لم نستفد أي شيء من الهدنة غير القذائف الذي تهل على المواطنين وعلى الأطفال، بما فيهم القذيفة الذي سقطت على حي الروضة وأصابت أكثر من 12 طفل، وهذه كانت كارثة في ظل وجود مبعوث من الأمم المتحدة المساعد للمندوب الأممي في تعز، وهذا أكبر دليل على أن مجموعات الحوثي ليست دعاة سلام وإنما هم دعاة حرب. ما فيش معنا خير لأننا نتفائل أصلا بتمديد الهدنة، لكن يبدو لي أن الحوثيين مصرين على ترحيل ملف تعز للمفاوضة السياسية لكي تحضر تعز بمطالب صغيرة تتمحور حول الحصار بدلا من أن تحضر على المستوى الوطني كرافعة من روافع المشروع الوطني، وبالتالي الحوثيين حريصين على بقاء تعز محاصرة. نريد هدنة حقيقية واقعية، نريد أن تفتح الممرات والمعابر بشكل حقيقي، وأكيد المعابر التي كانت قبل اندلاع الحرب في عام 2015 ميلادية وأن تكون كما كانت عليه سابقا. نريد فعلا أن تتواصل تعز مع بقية المحافظات اليمنية الأخرى. ولمناقشة هذا الملف أكثر ينضمنا من القاهرة عبد الستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات. أرحب بك معنا في هذه النشرة أستاذ عبد الستار. وفي البداية كما يبدو بأن الشارع في تعز غير راض عن تمديد هذه الهدنة، ما تعليقك على ما شاهدت من آراء المواطنين في المحافظة؟ بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، الشارع في تعز وأبناء تعز بالفعل غير راضين حتى منذ الهدنة السابقة، وليس الشارع في تعز، أعتقد الشعب اليمني برمته يرى ويستطلع ويتابع مسار الحرب ومسار الأحداث السياسية والعسكرية يوما بيوم، إذ لم نقل أنه ساعة بساعة، وأصبح لديه تراكم كبير من الوعي مصقول بخبرات تجارب الحرب والمعاناة. كل هذا الوعي المتراكم شكل لدى الجمهور في تعز ولدى المستطلع الشعب اليمني بشكل عام وعيا سياسيا أن هناك مخاتلة من قبل الحوثي وهناك مراوغة دولية. ما يهم الأمم المتحدة الآن وبالذات أمريكا هو هدوء المنطقة حتى تكون طرق إمداد الطاقة ميسرة وسهلة بعيدة عن أي مشاكسات إيرانية في البحر الأحمر أو في المضايق. ولذلك هم يدركون أن الأمم المتحدة ضغط
ضغطت على الشرعية، وأن الشرعية للأسف كانت رخوة جدا، قبلت بهدن دون شروط ودون مكاسب. وإلى هنا نقطة، ولكن ليس دون شروط ودون مكاسب، أضافت في الضفة الأخرى لدى الحوثيين وإيران مكاسب بالجملة، منها عسكرية ومنها اقتصادية ومنها سياسية، وراكمت للجماعة الحوثية ولإيران سلطة أمر واقع ذاتي واعتراف ضمني بهذه الميليشيات، كما أنها راكمت لها الكثير من السلاح الذي هرب خلال الهدنة. ما نحن عليه الآن في الحالة اليمنية هو حالة من التسكين والتبريد بل والتجنيد إلى مرحلة لا نهائية تؤسس لوقائع ودويلات في اليمن قد لا يكون الخلاص منها على المستوى القريب أو البعيد حتى بالخيار العسكري متاحا وسهلا. أستاذ عبد الستار، حاليا أمام المبعوث الأممي والمجتمع الدولي شهرين إضافيين لإقناع الحوثي بتنفيذ التزاماتهم، ما الذي تتوقع أن يقوموا به في هذا الصدد؟ لا أتوقع جديد ملموس أو محسوس من قبل الأمم المتحدة وأمريكا. سيواصلون السير في نفس المتاهة التي نحن فيها، متاهة الهدن. في اليمن هناك ثلاثة خيارات لا رابع لهم. الخيار الأول والذي كنا نأمله منذ البداية، منذ الانقلاب الحوثي منذ عام 2014، كان الخيار هو الحسم العسكري، ولكن هذا الخيار شكل تقدما محدودا، حوالي 60-70% توقف في تخوم مارب وتعز والبيضاء. هذا الخيار أصبح الآن يرى أنه شاق، ولكنه ليس شاقا ومستحيلا بل صعبا. هذا الخيار توقف. الخيار الثاني هو كان الذهاب إلى مصالحة وطنية ورؤية سياسية جديدة وتقاسم للسلطة. بذلت سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية قدمت مبادرة، الإمارات العربية المتحدة حاولت بدبلوماسيتها أن توصل إلى هذا الأفق، الدول العربية برمتها حاولت، ولكن هذا الخيار السياسي وهو الخيار الثاني ضاق وانسد. ثم ذهبت الأمم المتحدة إلى خيار ثالث وهو خيار الهدن. هذه الهدن على أهميتها في المرحلة القريبة لأنها تخفض منسوب التصعيد العسكري، لكنها خطيرة لأنها تعطي للحوثي مكاسب. ما أتوقع أن يتم السير في هذا المسار إلا إذا قام المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية بإعادة ترتيب لحمة الجيش الوطني، إعداد وحدات نوعية، الاستفادة من الأوراق السياسية، المناورة بفتح ميناء المغا بديل للحديدة وقطع شريان الحوثي المالي في الحديدة. هذه الأوراق إذا تم الاستفادة منها وتحريكها وأصبح المجلس الرئاسي يعي أننا لابد أن نذهب إلى الحرب إذا أردنا السلام، يمكن أن تغير الأمم المتحدة رؤيتها ومسارها. ما لم سنكون في المربع الأول وهو هدن متعاقبة بمكاسب إضافية بالجملة للحوثي وإيران وخسارات للشرعية، وتتظل تعز محاصرة، وهذه الوقائع ستكرس كأننا في حرب دائمة وحرب لا منتهية في هذا الوضع الذي يرى الأمم المتحدة وترى أمريكا أنه أفضل الخيارات وتتحدث بأنه إنجازات، وهو على عكس ذلك تماما. طيب، على صعيد آخر، مجلس القيادة الرئاسية يرى بأن الهدنة تأتي في مصلحة الشعب اليمني، هل من رأيك هذه القراءة واقعية من وجهة نظرك؟ نعم، هذه القراءة ممكن للأمم المتحدة وبعض المنظمات أن ينظروا لها من زاوية. موضوع الهدن يمكن النظر إليه من زاويتين مختلفتين. الذين ينظرون إليها بأنها تخفف عدد الضحايا وتوقف الحرب قليلا وتخفض منسوب التصعيد العسكري في المنطقة، من هذه الزاوية قد يكون الأمر صحيحا، لكن من زاوية اليمنيين سواء كمتابع سياسي أو باحث أو مراقب أو كمواطن عادي على المستوى البعيد، هذه الهدن ليست في صالح الشعب اليمني على المدى الاستراتيجي البعيد. لماذا؟ لأن أنت عندما تضع هدن والسلاح يتدفق للحوثي والمال يتدفق والاعتراف الضمني يأتي والمكاسب تأتي، الحوثي اليوم غيره 2014 غيره ينمو ويكبر بفعل المد الإيراني. هذه الهدن عبارة عن فيتامينات إضافية، شرنقات، مقويات لهذه الميليشيات، يحولها إلى واقع يعني صعب دحره في المستقبل البعيد. إذن من زاوية الرؤية الاستراتيجية البعيدة، هذه
المسكنات الهدن خطيرة على واقع الدولة اليمنية، وسوف تؤسس لدويلات داخل اليمن. أما على مستوى قراءة الأمر، إذا تسألين عن قراءة الأمر من زاوية الأمم المتحدة وبعض المنظمات كرؤية آنية أنها تخفف التصعيد ومستوى الضحايا، فيمكن القول نعم. ولذلك أنا كمواطن يمني قبل أن أكون متابع أو باحث سياسي أو متابع، أرى أن هذه الهدن أضافت رصيد وأعطت لإيران وجودا عسكريا بل احتلالا كامل الأركان في اليمن لجزء من الشمال. نستطيع نقول الآن أن الشمال في غالبه مع الحوثي، بمعنى أن رمزية الدولة صنعاء ثم الميناء ثم نصف مأرب ونصف تعز يجعل الشمال تقريبا حوثيا إيرانيا محتلا، ويجعل الجنوب مهددا تحت تخوم الصواريخ، ويجعل البحر الأحمر ودول الجوار أيضا مهددون، لأن الصواريخ البالستية والمسيرات تأتي تتباعا ولم توقف حتى هذه اللحظة. ولذلك أنا قراءتي لهذا الأمر أنه خطر مستطير، ينبغي على المجلس الرئاسي إعادة أولوياته في خيارات الحرب وأوراق السياسة وأوراق الاقتصاد. وأكرر هنا، ميناء المخا بديلا، قطع الشريان المالي الحديدة عن الحوثي أول نقطة، المناورة بالانسحاب من ستوكهولم ثاني نقطة، الاستعدادات بألوية نوعية كالعمالقة ثالث نقطة، الوقت لا يسع لسرد 10-15 نقطة بيد الشرعية منها أوراق سياسية واقتصادية وعسكرية ينبغي الأخذ بها حتى لا نظل في هذه الخيمة. ينبغي إعادة الانتشار من تحت خيمة الأمم المتحدة إلى مكان أوسع وفضاءات أفضل وأوراق نحسن اختيارها ونحسن اللعب بها والضغط لكي نستعيد الدولة اليمنية الواحدة. أستاذ عبد الستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. نبهت الهيئة اليمنية العامة للأثار سكان مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي من عدم الانجرار وراء شائعات تفيد بوجود أماكن تحتوي على الكنوز، وبينت الهيئة أن الكثير من السكان تعرضوا إلى حوادث مختلفة جراء ذلك، وكان آخرها حادث دفن رجلين تحت أنقاض صخرية في مديرية ماوية بمحافظة تعز. رحلة البحث عن الكنوز والدفائن في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي والمصحوب بشائعات تفيد بوجود أماكن تحتوي على الدفائن أمر بات يهدد حياة اليمنيين والآثار التاريخية على حد سواء. الهيئة اليمنية العامة للآثار نبهت السكان إلى عدم الانجرار وراء تلك الشائعات، وقالت إن ذلك من الأوهام، وبينت أن كثيرين تعرضوا إلى حوادث مختلفة جراء ذلك، وكان آخرها حادثة دفن رجلين بالأنقاذ أسفل مرتفع جبلي يقع عليه حصن تاريخي في مديرية ماوية بمحافظة تعز. وشهدت مواقع أثرية مهمة في محافظة إب الخاضعة للانقلاب عمليات نبش وحفر عشوائي بحثا عن الكنوز بعد حصول بعض السكان على مسكوكات ذهبية في مدافن يعتقد أنها لملوك تلك الدولة في تلك المواقع. وبحسب عاملون في قطاع الآثار فإن أهم منطقة يتم نهبها في محافظة إب هي جبل عصام في مديرية السدة، حيث تولت أسرتان تتبعان ميليشيات الحوثي نبش معظم المواقع الأثرية هناك وحفر قبور لإخراج قطع ذهبية وتماثيل. وفي نهاية العام الماضي استحدثت الميليشيات، وبحسب مصادر مطلعة موقعا عسكريا في المنطقة يعتقد أنه للبحث عن الآثار ونهبها تحت غطاء موقع عسكري دون تدخل من الهيئة العامة للآثار في صنعاء. مصدر عامل في قطاع الآثار أفاد بأن المواقع الأثرية في بلدة الظفار بمحافظة إب تشهد هي الأخرى عمليات نبش واسعة، وهي عمليات تتم بعلم ميليشيات الحوثي ورضاها. ويحذر باحثون في الآثار اليمنية من انهيار وسقوط بيوت في صنعاء القديمة لكثرة عمليات الحفر في الأدوار السفلية من تلك المباني بحثا عن الكنوز. ويعيد مسؤول الرفيع في هيئة الآثار اليمنية في مناطق سيطرة الانقلاب أسباب زيادة أعمال نبش المواقع الأثرية إلى وجود عصابات منظمة تعمل في هذا الاتجاه، إلى جانب ضعف الأجهزة الأمنية ووجود وجهات اجتماعية تسهل للعابثين الحفر والتنقيب العشوائي في المواقع الأثرية. دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مساعدات إغاثية عاجلة في محافظتي شبوة ومأرب للتخفيف من معاناة الأهالي والنازحين جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد. استمرارا للجهود الإنسانية والخيرية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني والخيري في اليمن، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
وزع الفريق الميداني للهيئة أكثر من 12 طناً من المساعدات الغذائية مستهدفاً الأسر في مديرية حريب بمأرب ومديرية بيحان العليا وبعض المناطق الأخرى بشبوة. قامت الهيئة اليوم بتدشين توزيع المساعدات الغذائية على أبناء محافظة مأرب وشبوة وخاصة في مديرية بيحان وحريب وكذلك مناطق خط النار. أهالي مديريتي بيحان العليا وحريب عبروا عن عميق شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات، مثمنين الجهود الخيرية والإنسانية التي تقدمها الهيئة للتخفيف ورفع المعاناة عن أشقائهم في اليمن. نشكر دولة الإمارات ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي بإهتمامها بالمواطن اليمني وبالمنطقة شبوة ومأرب، ونشكرهم على توزيع السلل الغذائية الموجودة الآن للفقراء ولأصحاب خط النار وللشهداء قبل كذا. نشكر دولة الإمارات ونشكر جميع القائمين على هذه المؤسسة الخيرية. في هذا اليوم يتم تدشين توزيع سلة غذائية من بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي لأبناء بيحان فقراء ومحتاجين والواقعين في خط النار على حدود الجبهات. يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد وزعت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو ما يزيد عن 37 ألف سلة من المساعدات الغذائية العاجلة، استفاد منها أكثر من 200 ألف فرد في محافظتي شبوة ومأرب. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. منتدى حواري يناقش أهمية ضمان استقلالية القضاء ونزاهة في محافظة عدن. أهلا بكم من جديد. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحبح توزيع تجهيزات تقنية لإدارة القطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة في عدن. أكد وزير الصحة أهمية هذه التجهيزات في تعزيز المنظومة التقنية للوزارة وتسهيل الحصول على المعلومة بيسر وسهولة، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الأجهزة والاستفادة القصوى منها في إحداث نقلة معلوماتية في المجال الصحي. نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان منتدى حواريا يناقش أهمية ضمان استقلالية القضاء ونزاهة في محافظة عدن، وشهد المنتدى مشاركة عدد من القضاة وممثلي النيابة إضافة إلى عدد من الإعلاميين. ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي بالعاصمة عدن، أقام مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن المنتدى الحواري حول ضمان استقلالية القضاء ونزاهته مسؤولية الجميع. مؤسسة الدولة المعنية باستقلال القضاء وهيبته بدأت تتراخى عن القيام بمسؤولياتها تجاه القضاء، تجاه القاضي ومهامه، تجاه حماية القاضي وتنفيذ أحكام القضائية والتسويف الذي يتم من بعض المؤسسات المعنية باستقلال القضاء. فنحن اليوم نحاول نشخص الأمور ونضع الحلول والمخارج لتتبنى الدولة هذه النتائج. المنتدى شارك به عدد من القضاة وممثلي النيابة وأعضاء المحاكم والمحامين وقيادات مجتمعية ومثقفين وصحفيين وإعلاميين، وناقشوا عدد من المحاور منها استقلالية القضاء ضمان أكيد لحماية الحقوق والحريات. هذا الحوار الذي نجريه اليوم هو يعني حول قضية مهمة جدا، هي قضية القضاء، استقلالية القضاء ونزاهة القضاء. احنا عندنا مشكلة نواجهها في داخل عدن بالذات أكثر من سنة وشهور، القضاة كانوا مضررين، المحاكم مغلقة، بعدها بعد حوالي 8 أشهر أو 9 أشهر بعد ما عقدنا نحن حوارات ولقاءات معهم توصلنا إلى قضية فتح الإضراب. استقلال السلطة القضائية ليس فقط من حق القضاة وإنما هو حق أصيل للشعب، باعتبار أنه متى ما تم ضمان استقلالية السلطة القضائية فهذه ضمانة أكيدة لسيادة القانون وسيعود النفع بلا شك للمجتمع ككل. استقلال السلطة القضائية له وجهين، أما من خلال الاستقلال الفردي للقاضي أو استقلال المؤسسة القضائية.
من حيث الناحية المالية والإدارية والقضائية. عقد المنتدى الحواري بحسب مراقبين سيكون له أهمية كبيرة، كونه يترافق مع الجهود الرئاسية والسلطة القضائية الهادفة إلى إعادة ترتيب وتفعيل دور السلطة القضائية، والتي ظلت تعاني منذ شهور طويلة صعوبات وتحديات وصلت إلى حد إضراب قضاة المحاكم والنيابات، والذي ما زالت تنتظر المعالجات. صفاء السويدي، لقناة الغد المشرق، عدن. شهدت مدينة المكلا تدشين الامتحان الأول لمساق ماجستير النساء والتوليد الموحد والشامل لجميع المحافظات. المزيد في هذا التقرير. ضمن جهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية، دشن في المستشفى الجامعي بمدينة المكلا الامتحان الأولي لمساق ماجستير النساء والتوليد الموحد لجميع المحافظات. نبدأ اليوم تدشين الامتحان الشامل الموحد، وهذا أول مرة سوف يصير امتحان في القسم النسائية في مختلف عموم مراكز المجلس اليمني بالجمهورية اليمنية. كما نبدأ نحن في المجلس اليمني للتخصصات الطبية فرع المكلا قد سوف ندشن غدا إن شاء الله بداية الدراسة في مساق الزمالة في 5 تخصصات رئيسية، وذلك بدعم وإسناد من المجلس اليمني العام. فرع البورد لما جاء الآن سوى إضافة للمجلس اليمني، فهذا يعطينا دافع للانطلاقة. البورد والماجستير يشكلون يعني نقلة نوعية في صحة حضرموت، في بورد وفي ماجستير يعني في طلاب، في علم، في حالات، وفي متابعة، وفي تطور في الصحة في حضرموت. يتقدم لهذه الامتحانات التي تدشن لأول مرة بمحافظة حضرموت 93 طبيبا وطبيبة من مختلف محافظات البلاد، منهم 9 متقدمات لمساق التوليد والنساء لدرجة الماجستير المهني بمدينة المكلا. احنا ولله الحمد شهادتنا معترف فيها عالميا ودوليا ومحليا، والأطباء اللي تخرجوا يعني كفاية ان احنا نستفيد من وجودهم اثناء فترة التدريب للعمل في المستشفيات. مجرد في تدريب معناته في مرور علمي، في أطباء يمروا على كل حالة ومرور علمي ونقاش علمي، في تدريب معناته في اجتماع صباحي لنقاش الحالات المتواجدة والتي خرجت والحالات الغريبة. أسعدنا جدا بوجوده في المكلا لأنه ساعدنا يعني السفر لصنعاء لعدن، لأنه الناس بعضهم ما بيقدروا أصلا لا يروحوا لصنعاء ولا عدن، أول شيء بسبب المعيشة اللي هناك مختلفة عننا، ثاني شيء بعيد عن أهلك، خصوصا أن نحن كنساء صعبة أن تروح، مش كل الأهل وافقوا أن الناس تروح لصنعاء أو عدن تعيش لوحدك، لكن هنا عند أهلك وناسك قربوا علينا أشياء كثيرة. المجلس اليمني للتخصصات يهدف إلى تطوير وزيادة المعارف النظرية لمختلف الاختصاصات ولكل الأطباء، إضافة لتنمية وتشجيع المهارات الطبية ومنح الشهادات التخصصية العلمية والتدريبية طبقا للائحة المنظمة وللاتفاقيات المبرمة بين المجلس والجهات المشاركة في التدريب. عيدروس الخليفي، لقناة الغد المشرق. ربطت دراسة جديدة تناول الأطعمة المصنعة بتدهور القدرات المعرفية والوظيفية عند الإنسان وبإصابته بالبدانة، وخلصت الدراسة إلى أن تناول ما يزيد على 20% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية من الأطعمة الفائقة المعالجة يضع الشخص على طريق الإصابة بالتدهور المعرفي. أن 28% من الرجال والنساء ممن يتناول هذا النوع من الأطعمة كان لديهم معدل أسرع عن المعدل العالمي للتدهور المعرفي. وإليكم التذكير بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يرحب بتمديد الهدنة ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية للالتزام بها. بعد تمديد الهدنة، انتقادات للدور الأممي في اليمن، وأهالي تعز يعبرون عن استيائهم من التمديد في ظل تعنت ميليشيات الحوثي. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أطنانا من المساعدات الإغاثية في محافظتي شبوة ومأرب. ألقاكم مجددا على خير، إلى اللقاء.